أما بعد، الجمع الكريم، رواد حلقة الحي يوسف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل من سورة النساء: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فهنا يبين الله عز وجل صنفين من البشر لا يقبل الله توبتهم، والله عز وجل يقبل توبة كل عبد ما لم يغرغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم تبلغ الروح الحلقوم فإن الله يقبل التوبة، كما قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله عز وجل يقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها وما لم تبلغ الروح الحلقوم. فهنا يحكي الله عز وجل عن قوم يتوبون عندما تصل روحهم إلى الحلقوم، فيقول الله في شأن هؤلاء: وليست التوبة للذين يعملون السيئات، كسب سيئات معاصي وشرك وغيرها، حتى إذا حضر أحدهم الموت، يعني في سكرات الموت، قال إني تبت الآن. وفي هذه اللحظة لا تقبل توبته. فهذا الصنف الأول. الصنف الثاني، قال الله عز وجل: ولا الذين يموتون وهم كفار. قال ابن عباس وأبي العالية وغيرهما: الذين يموتون وهم كفار، أي هم الذين يشركون بالله شيئا. عشان كده ذولا اللي يشرك بالله شيئا ده عنده عذاب عظيم. أول حاجة ما تقبل توبته إذا مات على الشرك. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. فالذي يشرك بالله شيئا لا يقبل الله توبته، بل لا يقبل الله توبته ثم له العذاب العظيم يوم القيامة. لذلك قال الله عز وجل في آخر الآية: أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. المشرك الذي يجعل لله الأنداد ويدعو الفكية ويدعو الأنداد ويدعو أصحاب القباب والأضرحة التي لا تنفع ولا تضر، ده ربنا توعد بالعذاب الشديد: أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وما تفتكر لما نقول لك عذاب أليم يعني حاجة بسيطة. العذاب الأليم ده ربنا ذكره ووصفه في آيات عديدة. قال الله عز وجل في سورة الواقعة وهو يحكي عن أصحاب الشمال، أصحاب جهنم وبئس المصير، قال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم. سموم يعني الهوى الحار، هوى حار مولع، في سموم وحميم، الحميم هو الماء الحار، وظل من يحموم. الظل من الدخان بتاع نار جهنم اللي بيتعذبوا بها دي، وهذا الدخان
لا يظلهم، ما بيظلهم، وما ما بيعمل لهم ساتر من نار جهنم. كما قال الله عز وجل في سورة المرسلات: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل، ما بيضلك، ولا يغني من اللهب، الظلل من الدخان لا بيضلك ولا يغني عنك من عذاب جهنم شيئا، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. فقال الله عز وجل: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، ما هو سبب هذا العذاب؟ قال الله عز وجل: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، مترفين في الدنيا بملذات الدنيا ونسوا الآخرة. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. قال ابن عباس كما أورد الإمام ابن كثير: الحنث العظيم هو الشرك بالله عز وجل. عشان كده نحن هنا بنحذرك من الشرك، ما عشان نحن ما عندنا موضوع تاني. في واحد يجيك بيسفة، والله الوهابية دل ما عندهم أي موضوع، طوالي توحيد توحيد، شرك شرك. وهنا نحن بنحذرك هنا مسكين، عشان بعدك ما تقول: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. لو المشرك يجيك بيجاي صوفي أو غيره، قول لك انت طوال يتكلم عن التوحيد ما عندكم موضوع تاني؟ ده الموضوع الأساسي الذي ينجيك أمام الله عز وجل. فقال الله عز وجل: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، والحنث العظيم هو الشرك بالله عز وجل. والشرك هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تدعو غير الله عز وجل، تمشي لصاحب البنية وتطبح له، تمشي للفقيه أو تدعوه من دون الله عز وجل. يقول لك: قبل فوق نادي أهل الذوق، قبل قدام نادي الهمام، قبل ورا نادي بشرة، قبل صعيد نادي عوض الجيد. ما خلوا أي اتجاه يا رب العالمين. وزي ما بيقول لك البرعي عبد الرحيم البرعي، برعي الزريبة، قال لك: إنابة خطب في البلاد نزيل. قول يا ابنه، قال لك قول يا الله، فقل يا دي نداء يا ولي الله إسماعيل. إسماعيل الولد قبته وقعت من المطرة. طيب لو إسماعيل الولد أدينا ما شمتانين في إنه القبة وقعت، ممكن أي حاجة تقع، ممكن الدكان يقع، ممكن بيتك يقع، ما مشكلة. لكن نحن بنقول للصوفية: إذا كان هذا ولي لله صالحا، ليه ما مسك قبته من الوقعان؟ ما البرعي قال: إنابة خطب، يعني مصيبة كبيرة. المصيبة جات لإسماعيل الولي في فجته، ليه ما وقف القبة؟ ما وقف ماله؟ عشان تعرف إنه أصحاب القباب والأضرحة الذين يعبدون من دون الله لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. لكن الناس كثير من الناس مساكين مساكين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أنا كنت بناقش ليلة واحد من الجماعة بتاعنا المكاشفي بتاع الشكانيبة، قلت له، جبت له الآيات: إن الذين
تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إلى آخر آيات التوحيد. قلت له هذا المكاشي ما بينفع وما يضر، لأنه مات له قريبنا 60 سنة، ما بينفعك وما بيضرك وما بيديك الولد وما بيديك الرزق، أبي يقتنع. قلت له طيب نفترض، لو افترضنا جدلا، لو المكاشي مرق من قبره، المكاشي مرق من قبره هو ما بيمرق، لكن لو مرق وقال لكم يا جماعة هوي يا أصحاب الطريق المكاشفية، أنا ابن المكاشي ماشي جهنم، ما تباروني. كي انت بتباريو؟ قال لي والله المكاشفي ده جنة أو نار، نحن وراه وراه والله جد. قال كان دخلنا جهنم نحن معاه، كان دخلنا الجنة نحن معاه، هل في جهل أكتر من ده؟ عشان كده نحن بنقول لك وتوكل على الحي الذي لا يموت، تمسك في الله براو، تخلي الفكاية وتخلي الأنداد وتخلي غيرهم من القباب والأضرحة التي تعبد من دون الله والتي يروجونها شيوخ الضلالة مثل محمد المنتصر الإزارك، الحمد لله ربنا طفشوا مشى أمريكا، وغيره من الدجالين مثل الخنجر وغيرهم، هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوا فيها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فلا بد للإنسان أن يحذر من الشرك بالله عز وجل حتى لا يذهب ولا يلقى في جهنم، وحتى يكون مصيره الجنة، وهذا مصير كل مسلم وكل مؤمن يتمناه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأقدم المتحدث الماضي.